मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तूने तेरी मर्जी ये कैसी तेरी खुदगर्जी मेरे हमदर्द बेदर्दी मैं सांसा हारी हारी मैं रुल दी मारी मारी मैच सिर्फ मेरी है ليش هيك عملتي فيني وليش لحتى تختفي بشو غلطت معك انتي وكل عيلتك اتضحكتوا علي وكنتوا سبب بكل شي مرقت فيه انا شو عملت لكم حبيبتي وافقي على زواجك من شمشير بترجاك بابا انت شو عم بتقول وليش لحتى تتزوج شمشير لكان شو لازم اقول ليش في حل تاني يا كاسي داري قد غرزي بتحبي تجربيني مرة تانية؟ لا لأني بعرف إنه غرورك ممكن يخليك تعمل أي شيء بس خليك متذكر اللي رح أقلك يا حتى لو أنا تزوجتك مستحيل حبك لأني كرهتك بالماضي ورح ضل اكرهك بالحاضر ولآخر يوم بعمري وانت كمان تذكري كلامي رح يجي يوم وأقدر حول هالكره لحب كبير إذا هي البنت بتوصل على بيته للبيك ما رح يتركني بحالي بالمرة شمشير أنا من واجبي أنصحك تفكر مرة تانية ما هيك قلبها مانو جاهز لهلأ يمكن هالبنت ما تكون من نصيبك يعني ما فيك تتركها عندك هون بالغصب أنا خطفتها من القدر وهلأ النصيب ما رح يقدر يفرقني عنها بكرة نحن رح نتزوج ورح تكون عايشة معي لأن مرتي إيه مو هيك القصص بتصير فكر شوي مو عبالي يتناقش معك اليوم Thank you.
السلام عليكم أبي، كيفك؟ وعليكم السلام. شو بلاقي مزاجك كله تغير؟ إيه والله، حياتي كلها عم تتغير بسرعة، حتى عم فكر ضل مبسوط هيك لآخر عمري. كتير منيح، يعني هلأ تعلمت إنك تواجه الواقع الصعب بضحكة. إيه تعلمت هذا الشي منك، في كتير شغلات علمتني إياها، والمسا بدي أعمل لك مفاجأة. إيه بعرفها، اليوم جاي على البيت بطيارة. إيه بس مو هاي هي المفاجأة، المفاجأة شي تاني، خليك بالبيت المسا. طيب رح استناك لشوف شو هالمفاجأة. تمام خاطرك، الله معك. شمشير؟ الشيخ صار برا. جاي، خد موبايلك. اوه يسلم. شو جاهزين؟ ايه فيك تبلش، نحن ناطرينك. الأنسة مهيك بنت السيد محمد أكرم، تقبلي الزواج من نواب زادة شامشير ابن نواب زادة ديلور المحترم بمهر مقدمه 5,000,000 روبية كاملة، تقبض عند الطلب، مهيك موافقة؟ يا أنسة مهيك عم اسألك، موافقة؟ يا أنسة مهيك بدي أعرف أنت موافقة؟ موافقة. أنسة مهيك أنت موافقة على هالزواج؟ موافقة. أنسة مهيك أنت موافقة على هالزواج؟ إيه عم قلك إيه موافقة. على مهلك، شبك؟ لوين رايح؟ يلا عود. بتكون بس خجلان شوي، كمل مراسم الزواج عادي. نواب زادة شامشير ابن نواب زادة ديلور، هل تقبل الزواج من الآنسة مهيك بنت السيد محمد أكرم بمهر مقدمه 50,000,000 ويعادل 5,000,000 روبية؟ اللي يا ابني انت موافق على هالزواج؟ ايه موافق. نواب شامشير انت موافق على هالزواج؟ ايه موافق. انت موافق على هالزواج؟ موافق. وين وقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. مبروك يا أبني، إن شاء الله جوازة الدهر. مبروك. ألف مبروك. شكراً.
شو عمي؟ شو مو ناوي تبارك لي؟ خليني بالأول روح شوف بنتي، لأنه يمكن أنا ما بقى رح شوفها بحياتي. لكن روح شوفها على السريع وخليها توقع وجيب الأوراق معك. يلا خبرني كم موعد في عندي اليوم؟ في صاحب مطاحن آدم طلب موعد ليشوفك 10 دقائق يا بيك، ما في غيره هذا اليوم. أجله لبعد بكرة، مو فاضي اليوم. أمرك. شمشير خبرني مبارح إنه جاي، ما وصل لسه؟ لا لساته على الطريق، من شوي حكيت وتأكدت منه. السلام عليكم. يا ابني لو تعرف قديش اشتقت لك هالكم يوم، خوفتني كتير عليك على فكرة. شو أخبارك؟ هلأ صرت منيحة. مرحبا بابا. كيفك؟ كتير منيح. ليش لساعتك واقفة عندك؟ فوتي سلمي. انتوا التين انصدمتوا، انا كمان انصدمت مثلكن. اول ما رجعت شفتها عايشة ما قدرت صدق انه لساتها عايشة. يمكن لاني حبيتها كتير القدر رجع جابها لعندي للمرة التانية. شباكن عم تطلعوا فيها كأنه شايفين شي شبح؟ البنت لساتها عايشة، المسوها مشان تتأكدوا. انتو كنتوا خايفين علي، هلأ ما بقى في داعي للخوف من شي، لأنه ما هيك صارت لإلي، وحاسس كأني ملكت الكون كله. يا روحي روح هلأ وصلها على بيتها. أنا جبتها على بيتها، وهي هي المفاجأة الثانية. نحن تزوجنا. كيف؟ إيه تزوجنا قبل ما نجي لهون، هذا صار بيتها. كلكم كان بدكم ياني اتزوجها لما هيك، بس لما صار الحادث حسيت حياتي تدمرت. بس الحمد لله هلأ صارت مرتي لآخر العمر. أبي شبك؟ في شي مشكلة؟ تعي خليني ورجيكي على غرفتي.
فهمني وينو هاتشيرو؟ صار لي فترة عم حاول اتصل فيه بس موبايله عطول مطفي. يعني وين بده يكون مختفي؟ بدي اياك تجيبه لعندي. ما عم لاقي حوالي غير بس المحتالين. بعدين الدكتور غفران احكي معه يجي على المكتب، بدي اياه فورا. انا بدي اوصل على المكتب لاقيه ناطرني هنيك. حاضر يا بيك. شبك؟ فهمني انت ليش معصب؟ جايب لي هي البنت معه على البيت بعد ما تزوجها، بهدل اسم العيلة وحطه بالأرض، وانت عم تسأليني من شو معصب؟ ما رح مرق له اللي عمله على خير بنوب. هلأ تزوجها ومشي الحال، ما فيك توقف بوش النصيب. حاولت كتير تمنعه وما مشي الحال، هلأ البنت صارت عنا بالبيت. لا تعلميني شو لازم أعمل شو اللي ما أعمله، عم تفهمي؟ أنا اللي بدي وصل لك يا إنه شامشير بلش حياة جديدة هلأ. خلاص تزوجها للبنت، الأحسن إنه تتقبل الفكرة هالمرة. على كل حال منيح إنه ما بيعرف إنك المسؤول عن الحادث اللي صار معه من الأساس. بحياته ما رح يعرف. هي البنت ماتت وأبوها وأمها وكل عيلتها كمان متورطين بهي المؤامرة. شو مفكرين حاله رح يغلبوني؟ بدي أعلمهم درس ما ينسوا لأحفاد أحفادهم. وهلأ شو رح يصير؟ انت منيحة؟ ما عم بقدر صدق انه هالبنت طلعت عايشة. كانت فايتة على هذا البيت قدام عيوني. كيف صار كل هذا الشيء؟ هذا الشيء اللي كتير محيرني، كيف قدرت تطلع من الحادث عايشة؟ هي القصص بتصير بالأفلام مو بالحياة الواقعية. في مجال تضلي ساكتة شي دقيقتين؟ هاي البنت ما كانت ميتة، هاي كلها دراما. كيف الواحد بيقدر يمثل إنه ميت؟ أنتي ما بتعرفي هدول العالم كيف بيفكروا، ما عندهم مشكلة مع شي. هالبنت أثبتت لنا إنه هي محتالة أكتر من ما كنا متخيلين. هلأ مو المهم إنها محتالة، شامشير خلص تزوجها، أنا هلأ شو رح أعمل؟ ما كتير تفرق معك حتى لو تزوجها، عمي مستحيل يتحمل وجود هاي البنت بهالبيت يوم واحد، وأنا ما رح أنسى اللي عملته فيني من هلأ لموت. تركيني شوي لحتى استوعب اللي عم يصير حوالي. أنا بحبه لشامشير عن جد، وما بدي يصير شي يخليه يكرهني ويبعد عني. لا تدعسي على حبي كرمال احترامك وإهانتك. لا تخافي من هالموضوع، أوكي؟ استني علي وبتشوفي شو بدي أعمل بهالبنت. ليش هيك واقفة عندك؟ أنا آسفة، أنا اللي غلطت. كيف؟ أنت قلي أنا شو لازم أعمل هلأ؟ ما فهمت عليك، شو قصدك؟ عيشي بهالبيت مثل الكل، هالبيت بيتك. بس أنا نسيانة كيف الوحدة بتعيش بالبيت. تعودت أني ضل عم أهرب وأتخبى منك، وهلأ صرت سجينة عندك. أنا بحبك من قلبي.
أنا شو بدي منك غير تحبيني مثل ما بحبك؟ أنت ليش ما عم بتصدقيني؟ يعني إذا أنت كنت بتحبني لازم أنا كمان حبك وأتزوجك بالمقابل؟ هذا هو الحب بالنسبة إلك؟ إنك تدمر حياة الناس وتخطف بناتهم وتبهدل وتزل أبوها وأمها للبنت؟ إنك ترفع سلاحك بوشهم وتهددهم؟ هذا هو الحب بالنسبة إلك؟ إيه هذا هو الحب. أنا هي هي طريقتي بالحب. بالأخير نحن تزوجنا وهلأ أنا صرت زوجك. بس أنا بعمري ما رح أقدر أكون مرتك. أنا عبارة عن جثة عايشة أنت جبتها وحطيتها عندك هون. فيك تعمل فيني اللي بدك يا، أنا ما رح أقدر أمنعك، بس كمان مستحيل أني أقدر حبك. فيك تعتبرني عبدة عندك، عبدة بهالسجن الكبير. رح يجي يوم، رح يجي يوم تحبيني فيه من قلبك. ميري ساسة مجھے دے دے خدا را مجھ کو جینے دے میری فریاد سن لے تو کبھی سن لے میری عرضی تیری مرضی تیری مرضی تیری مرضی تیری مرضی یہ کیسی تیری خود غرضی میرے ہمدرد بے دردی انتی لیش ما عم تفهمینی؟ أنا عن جد مجبور وأنت اللي جابرتيني. أنا بحبك من كل قلبي، بعترف إنه طريقتي كتير غريبة، بس مع هيك عن جد بحبك وما بقدر أعيش بلاكي. أنا أبدا ما كذبت عليك، أكيد البنت ميتة، أنا فحصت العينات تبعها بإيدي. أحكي الحقيقة ولا حقير؟ البنت ليك هلأ ببيتي وأنا شفتها بعيوني. بس أنا آسف كتير يا أستاذ، عملت غلط كبير بصراحة، ما قدرت لاقي عينات البنت، وبالعادة نحن صعب نفحص جثة محروقة، وأنا كنت مجبور إني أكذب لأنه كنت خايف من حضرتك كتير، كنت كتير مرعوب لهيك كذبت. هلا انت غبي شي ولا اهبل؟ لو قايل لي هذا الحكي كنت حليت هاي المشكله من هديك اللحظه. انا اسف، سامحني، انا غلطت، بوعدك هالغلطه ما رح تتكرر، بترجاك سامحني هالمره. الله يخليك، ما بقى اغلط معك، بس بترجاك تسامحني هالمره. يا استاذ بوس ايدك تسامحني، سامحني يا استاذ، مشان الله سامحني يا استاذ، والله ما عاد عيدها، رجاءا هالغلطه ما بعد تنعاد، صدقني. مين هذا الزلمه يا بابا؟ انا ما طلبت منك تروح تجيب لي شيرو لعندي. لساتني عم حاول لاقي. ما بديك تحاول، بدي تجيب لي شيرو لهون. ليش معصب منه؟ لأنه هديك البنت صارت ببيتنا، البنت اللي كان شمشير بده يتزوجها. بس مو على أساس هاي البنت ماتت؟ طلعت مو ميتة، ليك قاعدة ببيتنا، أخوك تزوجها وجابها معه على البيت. جابها بعد ما تزوجها؟ كيف بيعمل هيك شيء؟ طمني، حكيت مع مهيك؟ بس نحنا ما بيصير نترك بنتنا لحالها، نحنا ما منعرف شو ممكن يكون عمل معها هلأ،
اتصلي فيها من عندك خليني احكي معها. موبايلها كان مطفي، يمكن يكون شمشير اخذ له موبايلها لما راحوا لهنيك. طيب دق لشمشير واساله. شبك اكرم، بنتنا لساتها عايشه بس هي وحيده ونحن لازم نوقف جنبها. بالاول كان شمشير لحاله بس هلا صاروا الكل واقفين معه وعيلته حواليه. ايه انت معك حق، وانا متاكد انه شو ما صار ما رح يتقبلوها لبنتنا. شمشير مفكر انه نحن يلي عملنا هيك، بس هلا انا خجلان من بنتي لاني ابوها. كان من واجبي اني ريحها بحياتها وما اتركها تتعذب هيك واحميها وبعدها عن المشاكل، بس انا ما طلع بايدي اعمل شي من هاد. وهلا هي من شان تنقذ حياتنا كلنا رمت حالها بنص دوامه ما رح تقدر تطلع منا. ما كان في عنا خيار تاني، واللي صار صار، ما عاد فينا نغير شي هلا. دق له لشمشير، انا بدي احكي معه هلا. يلا دق. الو، السلام عليكم شمشير، عم تحكي مع اما لمهيك؟ تفضلي. اسمعني ابني، كنت بدي أسألك إذا فيني أحكي مع مهيك شوي. ليش؟ مشان شو بدك تحكيها؟ لأنه أنا أمها وهي بتكون بنتي. كانت، بس هلأ هي صارت متزوجة وبيكون أحسن إذا ضليته بعيد عنا. أنا رح خليها تحكي معك وتطمنك، لهون ما عاد تتصله. إيه بس فوت. أكيد أنت مانك بحاجة الإذن مني. تعشيتي؟ لا أنا ماني جوعانة. عدي. ما بعرف إذا انتبهتي ولا لا، إنه ما حدا بهذا البيت متقبل وجودك. إيه أنا بعرف إنكن ما بتحبوني. وقت عرف شمشير إنك متي كتير كان مقهور وتوجع كتير من القهر، وأنا ما قدرت شوفه عم يتعذب هيك. رحت لعند أمك وحكيت معها. ليش كلكن كنتوا عم تكذبوا علينا؟ أي تفسير رح أقلك يا ما رح يفرق معك بشي أبداً، يعني ما حدا رح يصدقني، الكل مقتنعين أني غلطانة، وهلأ بدي أتحمل العقوبة كلها. أنتي ما بتحبي لشمشير ما هيك؟ إذا كنت بحبه ليش لأعمل حالي ميتة وأنا لساتني عايشة؟ من كتر محظي عاطل ابنك قدر يلاقيني حتى بعد ما طلع خبر موتي. كل شي بيخطر عبالك موجود بالبيت، لما بتحتاجي شي فيك تطلبيه من الخدم اللي عنا.
إن شاء الله ألف مبروك. إذا هالكلمة من قلبك يسلموا. عم فكر روح شوف مرتك. بعدين شو قلت لحالي؟ ما في داعي لكل هاي الغيرة. مثل العادة عملت يلي براسك وما سألت على حدا. بس بعد فترة متأكدة إنك رح تكرهها. بس تذكر منيح إني رح كون موجودة بوقتها. ما تحلمي فيها. بكرة منشوف. منشوف؟ هدول الأساور تبعك وهذا الشال كمان كانوا طول الوقت معي، أعطوني أمل وخلوني حس كل الوقت إنك موجودة معي. العالم كلهم خبروني إنك متي، بس قلبي ما كان يصدق. وليكك اليوم قاعدة هون قدامي. تعي بدي ورجيكي شغلة. كنت ضل قاعد هون عم بتفرج على صورك طول اليوم، بالليل أو بالنهار ما كانت تفرق معي، لأنه ما كنت حس بالوقت ولا حس بالجوع والعطش. بس أنتي، أنتي وبس. أنتي ليش ما عم تفهميني؟ أنا عن جد مجبور، وأنتي اللي جابرتيني. أنا بحبك من كل قلبي. بعترف إنه طريقتي كتير غريبة، بس مع هيك عن جد بحبك وما بقدر أعيش بلاكي. بدي نكمل حياتنا سوا وننسى كل اللي صار بالماضي ونفتح صفحة جديدة. بترجاكي تنسي أنت كمان. النسيان مو بهي البساطة. أنا مستحيل أنسى شي من الأذى اللي أذيتني إياه. يعني أنت عم تختبري صبري؟ طلعي بعيوني لشوف. طلعي، عم تفهمي شو عم حاكيكي؟ طلعي فيني وجاوبي. العفو أستاذ. شوفي، العشاء صار جاهز. طلعي لبرا. لا تخافي مني. مم.
خبرنا لشوف كيف لقيتها. هي البنت بتكون مرتي. بس انت مرتك على اساس ماتت، كيف قدرت ترجعها؟ بالسحر. هي عايشة معنا، فيك تسألها. ليش؟ ليش بدك دارا يحكي معه؟ بتروح بتجيب لنا وحدة كيف ما كان، متوقع انه نحن نتقبلها بكل بساطة؟ يا ريت تخبرها ما تطلع من غرفتها. ولا شو قصدك بهالحكي؟ برأيك هي بتستاهل تقعد معنا على طاولة وحدة؟ ولا لتكون جبت على هذا البيت منشان تخليها تحط راسها براسي؟ رح تكون قيمتها بهالبيت من قيمتي، يعني مثلك مثلها بنفس المكانة، ما في فرق بيناتكم. مشان ترتاحي الأحسن تغيري تفكيرك. بابا يا ريت تخبر ابنك يطالع هالبنت من البيت فورا، يا أما أنا رح أترك البيت وروح. ما توقعت قلة هالاحترام. شو ليش ما عم تاكل؟ حرام هلا بيبرد صحنك. بالإذن بابا. تعال على غرفتي بعد العشاء، بدي احكي معك بموضوع. طيب فروة، فروة اسمعيني بس شوي، استني عم بحكي معك. شبك شو بدك تحكي؟ اذا هديك البنت ما بتطلع من البيت من هون لبكرة انا رح اترك البيت وامشي، وهذا اخر كلام عندي. يعني كل ما صار شي بتهددي انك رح تتركي البيت؟ معقول؟ انا هالمرة ما عم هدد دارة، هذا اللي رح اعمله. يمكن أبوك يكون رضيان يبيع كرامته، بس أنا أهلي لسه في عندهم مكانة واحترام بين الناس، والبنات يلي مثل هاي ما بيفوتوا على بيوتنا إلا خدمات. على القليل استني لأحكي مع أبي وأفهم شو اللي بده إياه. كيف هالبنت ماتت ورجعت عاشت؟ تتركيني أفهم الموضوع؟ ما في داعي إنك تفهم شي أبداً. أبوك كان ناوي يقتلها، وهلأ ليكو قاعد عم يأكل ولا كأنه صاير شي، وأمك بتروح لعند على الغرفة مشان تخبرها على العشاء. كيف يعني أبي كان ناوي يقتلها؟ من وين جبتي هذا الحكي؟ دارة هالبنت كيف ماتت ورجعت عاشت؟ هلأ هذا مو موضوعنا. الشيء المهم إنه هالبنت هلأ عايشة معنا بالبيت، وأنا مستحيل أقبل بهذا الوضع. يا بتعمل شيء مشان الطلاع من هالبيت، يا أنا رايحة. وانتبه دارة، معك يوم واحد بس. طيب روقي، أنا هلأ رح أحكي معه. حكيك كله ما رح يجيب أي نتيجة دارة. لا تنسى إنك مو شمشير، وأنا من وراء هذا الوضع صرت حس حالي درجة تانية بيناتهم. فروة استني، خليني حكي. هلأ انت بتعرفه لشمشير هو انفعالي، وبعدين لا تنسى اللي صار معه. انت بس عطيني شوية وقت وانا رح احكي معه. انت شو ما عملتي بتضلي بس ست بيت، ما عندك خبرة بالحياة. أنا شايف كتير عالم وبعرف منيح شو الطرق اللي بيستعملوها مشان يدخلوا بناتهن على العيال المحترمة مثلنا. أنا فهمان على اللي عم يصير. أبي قلت لي إجي لعندك، كان بدك تحاكيني. إيه عود، أنا بحياتي ما حبيت اللف والدوران، مشان هيك رح أحكي معك بكل وضوح.
ونحن مستعدين ننسى كل شيء عملته بحياتك لهذا اليوم. أنا معك بهالحكي، حتى أنا قررت أنسى. كان بدك تتزوجها وتزوجتها، وبدك تحقق رغباتك وحققتها، وإذا حابب تقضي لك كم يوم معها أنا ما رح أعترض ولا أحكي معك بشي، بس بعدين تعطيها مبلغ محترم وبترجعها لبيت أهلها، وأنا بهتم بباقي التفاصيل. شو هالمزحة بي؟ أنا ما عم أمزح معك، بس أنا مصر أعتبرها مزحة. هاي البنت لحد اليوم ومبارح كنت مستعد ضحي بحالي فداها، بس اليوم هي صارت حياتي، والأحسن إنكم تتقبلوها وبأسرع وقت ممكن، لأنه هي صارت إلي. تصبحوا على خير. يا كاسي.